السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وفي خير. واهلا وسهلا بكم دائما في قناه دنيا مساس طبخ. لا فيديو ديال اليوم غادي يكونوا حرشات في الفرن بطريقه جد سهله، مكونات اللي متواجدين في جميع المنازل. يلا مع بعض نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجوا لهاد الحرشات هادو، وكذلك الطريقه ديال التحضير ديالهم. فبالنسبة للمكونات نبداو بهم. اول حاجة اللي غادي نحتاج 250 غرام ديال السميدة الرقيقة، عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، رشة ملح، حبة بيض واحدة، 16 غرام او كيسين خميرة كيميائية، كيس سكر فانيليا، علبة ياغورت بنكهة الفاني، ممكن نعوضوه بكأس ديال الحليب او 150 ملي الحليب، عندي كأس ديال السكر وكأس ديال الزيت، وكذلك واحد شويه ديال الحليب اللي ممكن نستعملو او لا كيبقى على حسب النوعيه ديال السميد. فاول حاجه غادي نبدا بالنواشف اللي هما السميده والدقيق اللي غادي نوضعهم في واحد الاناء. غادي نضيف لهم لو سكر فاني او لا سكر فانيليا، ممكن نعوضوه بقشور ديال الحامض. غادي نضيفو لو سكر ديالنا ورشه ملح. كذلك غادي نضيف جوج اكياس خميره كيميائيه من فئه ديال كل وحده كيكون فيها 8 غرام، يعني او توتال عندي 16 غرام. وغادي نخلط هذه المكونات الناشفه او النواشف كامله. عاد غادي نبدا كنزيد اول حاجه في دانون اللي قلنا ممكن نعوضوه بكاس ديال الحليب او لا كاس ديال عصير البرتقال. غادي نضيف كذلك كاس ديال الزيت، ثم حبه بيض واحده، لا يهم الحجم ديالها كانت كبيره او صغيره، فكلتاهما غادي يكونوا نافعين في هذه الوصفه. فغادي نخلط هذه المكونات مع بعض وغادي نشوف. اذا كانت السميده ديالي من النوع اللي كتشرب فغادي نحتاج شويه ديال الحليب، تقريبا ربع كاس فقط او لا تقريبا 50 مليلتر. من بعد ما كنحصل على عجين اللي كيكون رطب، كنجيب الصينيه ديالتي اللي غادي تدخل الفرن وكنشعل الفران يسخن مزيان. كناخذ من العجين كنصنع منه كرات دائما، وانا كنوضع شويه ديال السميده في يدي باش هكا كنكورهم وكيجيو الحبات كاملين مفندين في ديك السميده مزيان. ثم كنوضعهم في صينيه اللي مدهونه بالزبده مرشوشه بالدقيق او لا مفروشه بورق الزبده. فكما قلنا الفرن خاصو يكون سخون، درجه حراره 200 درجه، كنزلو الحراره على 180 درجه. اذا كان فرن ديال الفرن الكهربائي فندخلو الحريشات ديالنا يطيبو من التحت ومن الفوق في دقه واحده لمده ديال ربع ساعه فقط. لكن اذا كان عندنا فرن الغاز فنشعلو من التحت بحال الشكل ديال الغريبيه او ديال الغريبه حتى كيتشقق، عاد كنزلوه او لا كنطلعوه عفوا وكنخليوه يطيب على خاطرو. لا فيديو ديال اليوم كانت هي هذه خفيفه وظريفه، حريشات اللي كيوجدوا بسرعه، يعني ما كيحتاجوش معنا وقت كبير، والمذاق ديالهم تيكون لذيذ. كنوجدوهم للناس اولا للضيوف ديالنا. نتمنى انكم هذه الوصفه تجربوها، وما تنساوش انكم دائما تشاركوني الوصفات ديالكم والتجارب ديالكم. والى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله، دائما سعيده بلقياكم، مع السلامه.